اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع حوارنا مع الدكتور عزمي بشاره. مرحبا بك من جديد دكتور. دكتور، كنا نتحدث عن رحله الدراسه في المانيا، المانيا الشرقيه في تلك الفتره، ومرحله التكوين الفكري في تلك الفتره. كان هذا في بدايه الثمانينات. في تلك الفتره طبعا كانت حرب عام 82 في لبنان وخروج المقاومه الفلسطينيه من لبنان. كيف تاثرت انت بهذا الحدث؟ أولا مباشرة، بمعنى أنه درس معي ليس بالفلسفة، في الطب وفي غيره، طلاب فلسطينيين من لبنان، وفي منهم من المخيمات، وفي منهم استشهدوا أهله، فكان في تأثر مباشر وشخصي وكذا. والحقيقة بما أني كنت قائد طلابي في فلسطين كانوا يعرفوا اسمي، فكنت مركز تجمع للطلاب حولي في برلين وفي المدينة الأخرى اللي درسنا فيها اللغة اللي اسمها غرايسفلد. يعني حياتي كان كثير من العرب حولي، والفلسطينيين كنت أعرفهم جيدا وإلى آخره. ثم بدأت تصل وفود نازحين من صبرا وشتيلة بعد المذبحة مثلا إلى ألمانيا ليهربوا بالقطار إلى السويد والدنمارك وغيره. ساهمنا في استقبالهم وفي إحضارهم للقطارات، وسمعنا بالتفصيل التراوما التي مروا فيها، الصدمة التي مروا فيها في صبرا وشتيلة. ولذلك بالنسبة، ومن ناحية أخرى، الصدمة الكبرى عندما كنت أرى الصور بعض اللبنانيين المحتفلين بدخول الجيش الإسرائيلي. طبعا في اللبنانيين المتضامنين مع الفلسطينيين، ولكن في المحتفلين سواء في الجنوب أو في بيروت نفسها اللي محتفلين في دخول الجيش الإسرائيلي، أيضا صدمة أخرى. بدأنا، يعني طبعا أنا كنت على صلة مباشرة بشباب من الحركة الوطنية اللبنانية، بشباب من المخيمات، مقاتلين كانوا سابقين وجاءوا بمنح دراسية. فالمرحلة كانت صادمة ومؤثرة جدا. لكن هل كنت تشعر أن حدث أو ما حدث في لبنان سيؤثر سلبا على رحلة البحث عن الهوية في أوساط عرب 48 مثلا؟ لا، تأثير بالعكس كان تضامني أكثر وأثبت. لكن في تلك المرحلة في 48، أنا كنت في ألمانيا، ولكن عندما عدت وجدت على الجدران في 48 شعارات ضد حافظ الأسد وضد سوريا وضد كذا التي لم تفعل شيء والآخرين، مع أنه الحقيقة الجنود السوريين قاتلوا في بيروت. لكن كانت باقية ذكريات للزعتر والشعارات أسد في لبنان وفأر في الجولان وغيره. وكان في سوء فهم لدور الجيش السوري اللي فعلا قاتل في بيروت ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولكن لم يتأثر. بالعكس كان في تضامن، بالعكس ازداد منسوب الوعي الفلسطيني. نعم. الوطني الفلسطيني بعد 82 وليس قل، بالعكس. طيب، حصلت على الدكتوراه عام 85 وعدت بعدها الى بيرزيت وبدات تحاضر في جامعه، درست سنه في جامعه المانيا، درست سنه في الهومبولد، درست فلسفه ودرست حتى نظريه المعرفه والمنطق فتره سنه كامله في الجامعه، وبدات ادرس لشهاده ثالثه، لكن لم اكمل لاني اردت العوده. في تلك الاثناء توفي اهلي، يعني فكان يجب ان اعود الى فلسطين. بدأت بعد ما درست تأثير هيجل على منهج البحث عند كارل ماركس في كتاب رأس المال، وهذا كان موضوع، بدأت أدرس النازية الألمانية. وانترستنجلي، يعني بشكل ممتع، منذ تلك الفترة بدأت أهتم في نظرية الدين والدولة، فدرست علاقة الدين والدولة في ألمانيا النازية. موضوع غريب يعني لا يخطر في بال أحد يعني، ولكن خصصت سنة كاملة في حينه لدراسة هذا الموضوع. ثم عدت إلى البلاد وبدأت العمل كأستاذ جامعي في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية. يعني 86 بدأت التدريس، و87 نشبت الانتفاضة الأولى، نهاية الانتفاضة. فكان في سنة ونص طبيعية تدريس، ثم أخذنا يعني ندرس في ظروف أخرى مع بداية الانتفاضة الأولى. ولذلك سكنت في القدس الشرقية وكنت أدرس في جامعة بيرزيت الفلسفة. طبعا كان ساعات تدريس طويلة وإلى آخره. لكن فكرة الأسرة، لا يعني أنت كنت ترفض الفكرة منذ سنوات حتى قبل أن تنتقل إلى ألمانيا، لكن في هذه المرحلة عندما بدأت تدرس الفلسفة لشباب فلسطينيين،
هل كانت مرحلة تحول في التعامل مع فكرة الأسرلة وبدء نشر الأفكار ما بين أوساط الشباب؟ هي خالد كان مفروغ منها بالنسبة لي. أولا كل علاقاتي في الخارج مع شباب عرب، مع طلاب عرب، مثقفين عرب، والعودة كانت بشكل طبيعي عندي إلى التدريس في جامعة بيرزيت وليس في جامعة إسرائيلية، يعني مع أنه بقيت على علاقة مع المؤسسة الأكاديمية وعملت باحثا في بعض المؤسسات، لكن كان همي أن أتفاعل مع الطلبة الفلسطينيين، وكان كنت مهتم جدا بالتواصل بين عرب 48 أو من بقي في 48 والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. يعني تواصل الفلسطيني الفلسطيني كان فعلا هاجس بالنسبة لي. وبدأت التدريس في بيرزيت. على فكرة بيرزيت كان فيها عدد من الأساتذة من الداخل، أنا لست الوحيد ولم أكن الأول، كان في بعض الأساتذة من الداخل عموما في العلوم الطبيعية، كان في أستاذين تاريخ، أستاذ علم الاجتماع، كلهم أصدقائنا. لكن بدأت التدريس مباشرة بقسم الفلسفة ودراسات الثقافية، كان في أستاذ آخر بقسم الفلسفة كمان من 48. يعني كانت الأجواء في بيرزيت أجواء تشكل وعي وطني فلسطيني. يعني ما ملامح هذا الوعي في تلك المرحلة؟ والله سؤال مهم. يعني بيرزيت كمكان كان نخبوي، وفي فترة عندما كنت لسه في الجامعة العبرية في القدس بدأت معركة لتعريب الجامعة، لأنه كانت تدرس بالإنجليزية، وقد بدأت ككلية تدرس سنتين بالإنجليزية ثم تتابع السنة الثالثة في الجامعة الأمريكية في بيروت، وأصبحت جامعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، أصبحت جامعة كاملة. وبدأت معركة التعريب للعربية عندما دخلها أفواج من طلاب المخيمات وإلى آخره من خارج النخبة رام الله والقدس وإلى آخره. لما أتيت إليها كانت قد أصبحت جامعة شعبية، مستواها الأكاديمي جيد، ولكن مثلا طلابها من غزة، غالبية الطلاب موزعة من كل الأقسام، في بالعكس معاملة خاصة لأبناء المخيمات منح وغيره، وخاصة اللي كانوا في السجون. ففي كان حالات كنت أدرس طلاب أكبر مني جيلا لأنه كانوا في السجن 10 سنين و15 سنة، وشكلنا صداقات مع طلابنا في تلك الفترة. طبعا في منهم ناس أصبحوا قيادات الآن، يعني وكانوا في حينه قيادات طلابية. فالجو في بيرزيت، خليني أميز لك إياه ما يلي، هو وطني فلسطيني لكنه تعدد ديمقراطي، في جسار قوي، في حركة فتح، في شيء اسمه الكتلة الإسلامية، لم تكن حماس قد نشأت بعد، في شيء اسمه الكتلة الإسلامية نشيطة جدا تنظم الطلاب، ولكن رأيت بعيني كيف تنشأ حركة حماس في تلك الفترة خلال الانتفاضة الأولى. والجو عموما ديمقراطي، جو راقي ديمقراطي، حبذا لو يستعاد، لأنه الجو في حينه في جامعة بيرزيت، وكان في جامعة أخرى جامعة بيت لحم، وكانت جامعة النجاح، هذه الجامعات عموما الأجواء فيها كانت ديمقراطية، مع أنه كان احتلال، إلا أنه الجو نضالي تعددي. الإصرار المستمر على تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني هو في واقع الحال كان إصرار على رفض القيادات المحلية التي ممكن أن تبني عليها إسرائيل فكرة الحكم الذاتي. إذا كنت تذكر بعد كم ديفيد راجت فكرة الحكم الذاتي للفلسطينيين، وبدأ الإسرائيليين يشكلوا هيئات مختلفة للتفاهم معهم على الأوتونومية في إطار كم ديفيد، على أساس أن منظمة التحرير هذه منظمة إرهابية تخريبية الآخرين. رد الفعل للقيادات الفلسطينية بما فيها المثقفين، بما فيها جزء كبير من أساتذة بيرزيت الذين أصبحوا جزء من الوفد المفاوض في مدريد، نعم، مع حيدر عبد الشافي وآخرين، كان إصرار على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية. ليس في من النوع من النفي للذات، يعني في نوع أنه ليس نحن اللي في الخارج بمثلونا، أو إيجاد الذات فيهم، إيجاد الذات فيهم نعم، ولكن الهدف هو رفض القيادات المحلية التي قد تتواطأ مع الاحتلال. إذا عندما فشلت فكرة الحكم الذاتي، الاحتلال استعاض بفكرة روابط القرى، الناس الذين يكونوا عيونه في الضفة الغربية وقطاع غزة ويساعدوا في السيطرة على المجتمع الفلسطيني. في أوج هذه المحاولات الإسرائيلية لما وصل التعامل مع الاحتلال لقسم من أبناء الشعب الفلسطيني درجة الفجور الواضح، لدرجة أنه فتحوا مكاتب روابط القرى، يعني أصبح عمالة الاحتلال في يبدو أنه الدنيا هيك في أسوأ الأيام تأتي فجأة
رد الفعل. هي الصعاب التي تصنع الرجال والأفكار. في تلك الفترة تحديدا اللي انتشرت فيها روابط القرى واعتقدنا أنه الدنيا خربت تماما، يعني أنه في هذا في بالضبط في تلك الفترة بدأ بعد حادث العمال في السيارة بدأت الانتفاضة في الشجاعية وبرج البراجني وإلى آخره، ثم مخيم بلاطة، ثم اشتعلت جامعة بئر زيت، وأنا كنت مع الطلاب في كل الحالات، في المظاهرات كنت مع الطلاب وهؤلاء طلابي يعني، فكنا نشارك في العمل الوطني في الانتفاضة الأولى في تلك الفترة. كانت الانتفاضة الأولى طبعا جاء مؤتمر قمة عمان إذا كنت تذكر، الذي حاول يعني وضع يعني تهميش القضية الفلسطينية وتهميش منظمة التحرير بعد ماذا؟ بعد حرب 82. يعني البعض حاول خروج منظمة التحرير من لبنان أن يستثمروا لتهميش قضية فلسطين، لأنه منظمة التحرير خسرت المعركة في لبنان. منظمة التحرير نفسها استغلت خروجها من لبنان للتفكير مجددا في استراتيجيتها، تحديدا حركة فتح والاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة. ونتيجة لهذا يعني إذا أردت، نتيجة حرب 82 هي انتفاضة 87. الانتفاضة الأولى هي نتيجة حرب 82، لأن خروج منظمة التحرير من آخر دولة مواجهة مع إسرائيل أدى لأنه مركز ثقل الحركة الوطنية الفلسطينية ينتقل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا أكثر خطورة بالنسبة لإسرائيل. وهذا يعني وثبت أنه هذا الأكثر خطورة. نعم. لكن في تلك المرحلة الغريب رغم اختلاف نوعية التواجد الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، كان هناك شيء يوحد كل أبناء الشعب الفلسطيني، إن كان من عرب 48، إن كان من الضفة. نعم. إن كان من غزة، وكان هناك وعي بحجم ما يحدث على الأرض. طيب أنت في تلك الفترة كنت تدرس الفلسفة، الأحداث السياسية التي حدثت بعد ذلك ربما أشارت عرب 48 أن هناك خطورة على طريقة تعاملهم مع وضعهم، بمعنى أوسلو، بدأ أوسلو ونتيجة أوسلو تولد شعور بأنه هؤلاء أصبحوا معزولين عن بقية المجتمع الفلسطيني، عكس الوضع الذي كنا نتحدث عنه تماما. كيف تفاعلتم مع هذا الوضع؟ كيف واجهتموه؟ أوسلو نتاج مباشر تقريبا لحرب الخليج. الانتفاضة الأولى وصلت إلى طريق مسدود مع انهيار الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج. يعني الوضع الدولي لم يعد مؤاتي للانتفاضة الأولى. إسرائيل أدركت أنه هاي لحظة مناسبة للتخلص من الانتفاضة الأولى، لناحية أنها لا تستطيع عسكريا أن تقضي عليها، لكن من ناحية أخرى ليس لدى الانتفاضة أفق سياسي. منظمة التحرير مهمشة في تونس تريد أن تعود إلى العمل الدبلوماسي بعد حرب الخليج، عندها خسرت آخر معقل مهم لتمويلها وهو الكويت، يعني اللجالي الفلسطيني في الكويت. كان عندها مصلحة بالعودة للساحة الدبلوماسية، فكان كان اتفاق أوسلو هو الجسر أو يعني عجل الإنقاذ إذا أردت بعد حرب الخليج، بعد حرب الكويت. فاتفاق أوسلو عمليا رسخ شيء قانونيا شرعيا فلسطينيا، يعني منظمة التحرير كان قائما الحقيقة، لكن وضع على الورق، قيل بشكل واضح، وقع بشكل واضح، وهو أنه قضية فلسطين قضية الضفة والقطاع، عرب الداخل خارج الصورة. هلأ في عرب من الداخل مش منتظرين هذا أصلا، يعني هم يريدون أن يكونوا مواطنين في دولة إسرائيل ولا ينتظروا أوسلو تعطيهم الإذن في ذلك، ولكن في وطنيين فلسطينيين كانوا في مأزق أنه ماذا يعني هذا اتفاق سلام بين منظمة التحرير وإسرائيل، العرب في الداخل خارجوا، العرب في الداخل يجب أن يبحثوا عن مصيرهم في مواطنتهم الإسرائيلية. هنا حصلت شرعني لشيء قائم، هو قائم ولكن حصلت شرعني له، أنه خلاص يعني هاي قضية فلسطين عم تحل، بتوجعوا راسنا، خلينا احنا نشوف كمان مستقبلنا، ننظر إلى مستقبلنا في داخل إسرائيل. باعتقادي في تلك المرحلة، أنا كنت أستاذ في جامعة بئر زيت، منخرط في العمل النضالي في الانتفاضة الفلسطينية وفي غيرها كل شيء، وأنتج فكريا وأكتب ودرس وأحاضر. في تلك الفترة اختمرت في البال فكرة أنه يجب طرح بديل
نقيض لعملية الأسرة لا، ولكن في نفس الوقت يأخذ ظروف عرب الداخل في عين الاعتبار إذا أرد. ويعني عبرت عن هذا في عدة دراسات، عبرت عن هذا في عدة دراسات، أحدها العرب في إسرائيل، الخطاب السياسي المبتور، العرب في إسرائيل رؤية من الداخل، نجت صدرت فيما بعد في كتب في مركز دراسات الوحدة العربية، وصدرت في الداخل، وصدرت بعض المقالات لي مقالين في مجلة الدراسات الفلسطينية في تلك المرحلة. وبدأنا نؤسس لي يعني هذا التيار السياسي إن شئت. أسستم لهذا التيار السياسي، وشارك أو شاركت قوى من عرب 48 أيضا في المشاورات معكم، وبعدها شكلتم الحزب، حزب التجمع الديمقراطي. الفكرة الأساسية، الهدف الأساسي من ورائه ماذا كانت؟ المشكلة الرئيسية كانت الخوف من تراجع الحركة الوطنية، في حينه لم تنجح القائمة التقدمية في الانتخابات، وقد كانت قائمة تمثل وطنيين فلسطينيين وقوميين عرب. كانت انتخابات 92 لم تنجح فيها. نعم. الحركات الأخرى دخلت في مأزق، حركات صغيرة أخرى دخلت في مأزق، حتى الأحزاب الشيوعية كانت في مأزق، لأنه كان في انهيار الاتحاد السوفيتي، ما كانوا في وضع تراجع شديد، وبدأت الأحزاب الصهيونية تنهض من جديد بين عرب الداخل بقوة. بالنسبة لنا كانت القضية الوطنية الآن التأكيد على الهوية الوطنية، كان في مظاهر الحقيقة حتى بذيئة، كنت أعتبرها بذيئة بلغتي، يعني تلك إنه الناس كانت بالخمسينات تحاول أن تظهر ولاء خوفا فتحتفل باستقلال إسرائيل في يوم استقلال إسرائيل اللي هو يوم نكبتنا، يعني حتى تفرجي إنه هي أوكي. يعني عادت هذه المظاهر بعد أوسلو، ولكن مش عن خوف، في تلك المرحلة الأولى عن خوف. فأنا حللتها عن قناعة، أصبحت عن قناعة، إيه إنه خلاص إحنا مواطنين، هاي أوسلو انتهى، قضية فلسطين انتهت، إحنا لازم نرجع مواطنين في إسرائيل وكذا ونكون جزء منها. وهذه بعض المظاهر، يعني هنا بسموها سيميوتكس، بالهذا مظاهر في مادية ملموسة محسوسة، ولكن لها مغازي كثيرة، لها معاني كثيرة ومغازي كثيرة. حللتها في مقالاتي في تلك المرحلة إنه هنا شيء خطير يحصل. وبدأنا بتنظيم الحركة الوطنية من جديد مع قوى عديدة أخرى، الهدف هو الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، ولكن طرح شيء يحافظ عليها، شيء لا يزاود على الناس ويعرف ظروف الناس، لأن ظروف الناس هي المواطنة في إسرائيل، هم مواطنين في إسرائيل، هاي ظرفهم. يعني الفلسطيني في الأردن مواطن في الأردن، هؤلاء ظرفهم اللي في الضفة الغربية وقطاع غزة، منظمة التحرير تريد أن تقيم هناك دولة فلسطينية ليصبح هذا مواطن فلسطيني في دولة فلسطين. الفلسطينيين اللي في الداخل ظرفهم القانوني المدني هو المواطنة الإسرائيلية، هويتهم فلسطينية، هم ليسوا أقلية في إسرائيل كما تدعي إسرائيل، وإنما وهنا أدخلنا الفكر الجديد، هم سكان البلاد الأصليون، the indigenous people. ودأنا بالتنظير لفكرة الأصلانية، وصدمناهم طبعا بهذا، فكرة أن السكان الأصليين مش أقلية، السكان الأصليين أصحاب البلاد. لا لحظة شوي، لأنه هذه نقطة مهمة تحتاج الوقوف عندها. هم عدديا أقلية، كيف وصلت الفكرة لديك لكي تصل لأن تقول نعلم جيدا أنهم أصحاب الأرض الأصليين، لكن الحاجز النفسي، كان هناك شعور لدى الكثيرين بأن هناك دولة أنهت هذا الوجود الفلسطيني مسبقا، ولم تعد هناك شخصية فلسطينية قوية لدرجة أن تقول نحن أصحاب الأرض؟ هي لكي أستطيع أن أفهم هذه المواطنة ليس كتسول على موائد اللئام، هذه كلها لغة استخدمتها في حيني، يجب أن يفهم الصهيوني أن هذه المواطنة ليست منة منه، وإنما تنازل مني أن أقبلها. قلبت المعادلات تماما في العلاقة. كيف جربتها؟ يعني بما أنه نحن سكان البلاد الأصليين وأنتم أخذتم الأرض، بعدين لاحقت بعض خطاباتي في البرلمان التي عبرت عن ذلك وصدمتهم كثيرا الحقيقة، بما أنه نحن سكان البلاد الأصليين، أنتم جئتم وأخذتم هذه البلاد وتحولنا إلى أقلية،
أنتم حولتمونا، إحنا مش أقلية عددية أجت إلى فلسطين واختارتكم، أنتم اخترتونا، أنتم اخترتم هذه الأرض لتبنوا عليها دولة وتشردوا غالبية شعبنا. ولذلك لم تقول إذا أردت شيء آخر غير حقوق التي نعرضها عليك اذهب إلى سوريا، أقول لا أنت اذهب لبولندا، أنت اذهب إلى هنغاريا، أنتوا اللي جيتوا مش أنا. هذه لغة لم يسمعوها من قبل تماما. فنحن سكان البلاد الأصليين، والمواطنة يجب أن تفهم أنه أنا ما بتسول منك حقوق، أنت أخذت كل فلسطين وأعطيتني مواطنة، فمن المفضل أن تكون هذه المواطنة مواطنة متساوية 100%، ولا أقبل أقل من 100%. لكي تأخذ مساواة 100%، إذن عليك واجبات 100%. لا، ما علي واجبات، نحن سكان البلاد الأصليين، أنا لا أخدم في جيش يشكل نقيضا لي، وهذه حل وسط يجب أن تصنعه أنت معي. هذه لغة لم يتعودوا على سماعها. لماذا؟ أقول لك لماذا. ليس فقط لأنها لغة وطنية فلسطينية، وإنما لأنه في خلف عمق فلسفي ناجم عن معرفة ماذا يعني ديمقراطية وليبرالية. لأول مرة يجد هؤلاء خصوم يخاطبونهم من داخل الديسكورس الديمقراطي الليبرالي اللي هن بيعتقدوا أنه هن محتكرينه، والعرب ما لهم علاقة بالديمقراطية الليبرالية، ما لهم علاقة. نحن جئنا أن نقول لهم، وهذا طبعا قلب كل المعادلات، من ناحية مكنتنا من المحافظة على الهوية الوطنية الفلسطينية، لأنه نحن الانديجينس بيبول سكان البلاد الأصليين نريد أن نحافظ على هويتنا الوطنية وأن ندير شؤوننا بأنفسنا. وهنا طرحت فكرة الإدارة الذاتية للعرب في الداخل، ليس للضفة والقطاع، ضفة والقطاع بتعطوه هندولي، العرب المواطنين هن اللي بياخذوا إدارة ذاتية، مش الناس تحت الاحتلال. بكل دول العالم الأوتوناميز، كوبيك في كندا أوتونامي لمواطنين، أنت تأخذ مواطنة وإدارة ذاتية. الإدارة الذاتية ليست بديل عن الدولة وليست بديل عن المواطنة، ولذلك طرحها للضفة الغربية وقطاع غزة كلام فاضي. فيش إدارة ذاتية لناس مش مواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، يجب أن تكون دولة. اللي لازم يأخذ إدارة ذاتية يدير شؤونه هم المواطنين. هذه لغة طبعا، ولذلك الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، ثم التأكيد على المواطنة، لكن في نقيض مع الصهيونية. المواطنة ليس كتصهيون وليس كتأسهل، وإنما كتوتر دائم ومستمر مع الصهيونية، لأن الصهيونية تدعي أن هذه دولة اليهود، بينما نحن نقول الدولة الديمقراطية يجب أن تكون دولة لجميع مواطنيها. وهنا نطرح هذا وتحول إلى شعار سياسي واشتهر كثيرا. لا، لكن أريد أن أفهم، أريد أن أعرف لماذا. يعني أنت كنت تتحدث قبل قليل عن البعض الذي بدأ يحتفل بنكبتنا بإعلان دولة إسرائيل، لمجاملة إسرائيل، وأيضا عن قناعة. كان هناك حاجز نفسي، أنت كسرت هذا الحاجز النفسي وبدأت تفرض شروط لعبة مختلفة تماما بالنسبة لإسرائيل. كيف وصل هذا الفكر إلى رأس عزمي بشارة؟ هي محاولة الحقيقة. على فكرة فقد ذكرتني، في تلك المرحلة بدأنا نحيي ذكرى النكبة ونرفع علم فلسطين في ذكرى النكبة. طبعا قبلنا كان في حركات أبناء البلد وأخرى ترفع علم فلسطين، وكان بالسر ويهجم عليهم ويتلثموا لكي يرفعوا. نحن رفعناه علنا ووجوهنا مفتوحة، وحولناه إلى شيء طبيعي أن ترفع علم فلسطين وأن تحيي ذكرى النكبة وليس الاستقلال، وهذا كان أمر غير مألوف. لكن أعود لسؤالك. بالنسبة لسؤالك، هو البحث عن حل هذا التوتر، البحث الفكري، وبدون العدة الفكرية والفلسفية صعب توصل لهذا، فقط بالعمل السياسي التكتيكي الاحترافي ما بتستطيع. وهذا الفرق على فكرة بين السياسي المهني والمحترف، وأنا لا أعتبر حالي سياسي بهذا المعنى، وبين المناضل اللي خلف، أول هو لا يحترف ولا يمتهن، يدخل لهدف لقضية وبخلفية فكرية تحاول أن تجد معادلات وحلول وأن تطرح مشروع. هذا فرق بين من يدخل إلى السياسة كموظف كمهنة ليصبح نائب ليصبح حزب ليعتاش منها. أنا بحياتي ما كنت هيك ولن أكون هيك، يعني هذا فرق. أنا بالأساس باحث، وبحثي هو في مجالات العلوم الاجتماعية والفلسفة، وبالنسبة لي كانت هنالك معضلة كيف نوفق بين هذه التناقضات. إذا أردت مساواة في دولة إسرائيل، هذه دولة يهودية، تريد أن تكون متساوي فيها، بدي يطلبوا منك تخدم في الجيش وتتأسرل.
إذا طرحت فقط أنك فلسطيني والموضوع الوطني تجاهلت ظروف الناس، ستكون أقلية صغيرة، الناس بيشوفوك أنه هذا وطني مظبوط ولكن عبارة عن إكسكلوسيف كلاب، نادي مغلق للوطنيين. الناس تاني يوم بتروح على شغلها، بتدفع ضرائب لإسرائيل، تعمل في مؤسسات إسرائيلية، تتأمن في التأمين الوطني وفي التأمين الصحي الإسرائيلي، تذهب لجامعات إسرائيلية، تدرس مناهج، وتطالب بحقوق إسرائيلية في النهاية، تطالب بحقوق مساواة في إسرائيل، وأنت تشدد فقط على جانب واحد هو الهوية والوطنية، تتحول إلى أقلية صغيرة، وهذا ما حصل فعلا حتى الآن. وإذا طرحت المساواة وحدها بدون الهوية الوطنية تتأسرل النتيجة النهائية، أن تتأسرل، لأنه حتى في الخمسينات الناس الذين طالبوا بالمساواة طالبوا بتجنيد العرب للجيش الإسرائيلي، ولذلك البحث كان عن المعادلة، وهذا مش سحر، هذا مشروع فكري وسياسي، المعادلة المقنعة لحل هذا التوتر، من ناحية أحافظ على هوية العربية والوطنية الفلسطينية، ومن ناحية أخرى الناس بحياتهم اليومية لا يعتقدون أني متكبر عليهم ومزاود ومجنون، إنما مهتم بظروفهم ومطالبهم اليومية. شو مطالبهم اليومية الناس؟ حياتهم، الوظيفة، الشغل، الميزانيات للمجالس المحلية، رخص البناء، كذا، هاي كمان بدك تتعامل معها وتذكر، تتعامل معها بأدوات المواطنة، أن تناضل هنا بأدوات المواطنة المتاحة في هذا الإطار القانوني. من هنا نشأ هذا المركب، ولكن كان يحتاج إلى تنظير طبعا، مش هيك برنامج سياسي، وانكتب هذا الكلام، يعني انكتب في كتب وبدأ التنفيذ على الأرض، وهو ما ساعد عزم مشارة إلى الوصول إلى الكنيسة ليكمل الفكرة من خلال التنفيذ. لكن طبعا هذا يحتاج إلى العلم والمعرفة، معرفة المجتمع الفلسطيني الذي ينتمي إليه، وأيضا معرفة الآليات التي يعمل بها المجتمع الإسرائيلي. اسمح لي أن نتابع ذلك لكن بعد الفاصل إن سمحت. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نعود بعد لمتابعة الحوار مع الدكتور عزمي بشارة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع الحوار مع الدكتور عزمي بشارة. مرحبا بك من جديد دكتور. أهلا وسهلا دكتور. كنا نتحدث عن المعادلة، معادلة الحفاظ على مصالح الناس اليومية، نتحدث هنا عن عرب 48، وفي نفس الوقت الحفاظ على الهوية الفلسطينية في ظل محاولات إسرائيل لنشر الأسرلة في هذه المناطق. شكلتم مع القوى الفلسطينية الأخرى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ودخلتم الانتخابات، فزتم ودخلتم إلى الكنيسة. كانت هناك معارك في الكنيسة، ما هو الهدف أساسا من دخول الكنيسة؟ وهذا موضوع طويل، يعني هي ويحتاج إلى تلخيص، يمكن هذا أحد أسباب الواحد بده يحاول يرجع يلخص هاي الفترة ويجيب على هاي الأسئلة. عندما شكلنا التجمع الوطني الديمقراطي من مجموعة قوى وطنية كثيرة وبعض الأفراد، وناس تركوا الحزب الشيوعي، وناس كانوا في حركة أبناء البلد، وناس كانوا في الحركة التقدمية، و كنت قد تفرغت لكتابة كتاب المجتمع المدني اللي أصبح كتاب، أصبح مرجع الحقيقة، وذهبت إلى فيينا، علمت لي شي فصل بالجامعة هناك وكتبت، وبدأت أكتب هذا الكتاب في فيينا. نعم. طبعا بدأت في رام الله، أسسنا في حينه جمعية مواطن أنا ومجموعة أكاديميين فلسطينيين، بدأت في كتابته ثم أكملت كتابته في فيينا. وفي هاي المرحلة الشباب، أنا بدأت معهم بتأسيس التجمع وقدموا انتخابات الكنيسة، وكان علي أن أعود البلاد لسرعة لاتخاذ قرار هل نخوض الانتخابات أم لا، وكيف نخوض الانتخابات وكذا. قسم كبير منا لم يكن قد صوت في حياته، لأنه الناس عندنا بعضنا، بعض الفئات منا من القوى الوطنية كانت تقاطع الانتخابات. ولكن بالمعادلة الجديدة اللي تمنع تهميش الحركة الوطنية كما همشت أيام أوسلو وقبلها، نريد أن نحافظ على جدوة الصراع ضد الصهيونية مشتعلة لا تنطفئ بسبب أوسلو وكام ديفيد وكل الاتفاقيات. العرب رايحين لسلام مع إسرائيل، وأنت في داخل إسرائيل اللي عندك المواطنة، أنت اللي بدك تحافظ على جدوة الصراع مع الصهيونية مشتعلة، انعكست الدنيا. كيف تفعل ذلك؟ قلنا نفعل ذلك بأنه نتبنى قضايا الناس،
ليس فقط القضية الوطنية وقضية فلسطين وقضية كذا، وإنما أيضا ظروف الناس اليومية، ومن خلالها ندخل نواصل الصراع مع الصهيونية في الوقت اللي إخواننا العرب بادئين عمليات سلام مع إسرائيل في كل مكان. الطريق لتمثيل قضايا الناس اليومية والمدنية هو الدخول إلى البرلمان، لأنه المنصة اللي الناس تلجأ لها لتحل قضاياها المدنية واليومية هي البرلمان. من ناحية أخرى أنت تخوض معركة انتخابية، معركة انتخابية فيها تسييس، اجتماعات شعبية، حشود، مظاهرات، تنشر برنامجك السياسي. من ناحية ثالثة تدخل هناك وتقدم نموذج مختلف، يعني دون أن تعترف بالصهيونية. ولذلك في البداية وافقوا على دخولنا الإسرائيليين، دخلنا في تحالف مع الجبهة الديمقراطية السلام والسوالي في مركزها الحزب الشيوعي، دخلنا في تحالف في البداية حزب الشيوعي الإسرائيلي، ثم دخلنا منفردين كتجمع، وبدأت محاولات إلغائنا، ندموا أنه دخلونا، بدأت محاولات إلغائنا، لأن الدخول إلى هناك كان لتمثيل خطاب سياسي مختلف ولوضع محاذير. أنت تدخل هناك ولكن لا تدخل لتحتفي بكونك عضو كنيسة كل الوقت، يعني أنت تدخل هناك لتمثل خط نضالي، أولا قضايا الناس اليومية، ثم ليسمعوا لأول مرة من يلقي خطاب على الكنيسة يذكر بحق العودة للفلسطينيين، أو يذكر بيوم النكبة، أو يرفض أن يكون في لجان صداقة لإسرائيل للبرلمان الإسرائيلي مع دول أخرى، وكانوا الناس كلهم يدخلوا في لجان صداقة يكاد يكون مجبور يدخل في المشاركة، يرفض المشاركة في بعض الطقوس، يعني يضع محاذير أنه لحد هون بوصل، ما بوصل أكثر من هيك، أنا داخل لهدف وهو تمثيل قضايا العرب في الداخل وتشكيل نقيض للخطاب الصهيوني من خلال الخطاب الديمقراطي اللي لم يعد حكرم عليكم، وإنما نتبناه نحن كوطنيين فلسطينيين، ونثبت أنه نقيض للصهيونية. وإسماع إسرائيل هذا الخطاب من على منصة الكنيسة. طبعا كان في عرب قبلنا وكان في منهم ناس وطنيين، ولكن لم تكن هذه الصياغة على الإطلاق، يعني صياغة التذكير بيوم النكبة وصياغة المطالبة بحق العودة. يعني أنا أول لجنة ترأستها في البرلمان، أول لجنة وكانت باقتراحي، هي لجنة فحص ماذا حصل لأموال الغائبين 48، يعني ركزنا على القضايا الوطن أملاك الغائبين، وصغنا قضايا العرب في الداخل صياغة جديدة مختلفة، الدولة لجميع مواطنيها، ما في هيك شيء اسمه المساواة هيك لحالها. المساواة تعني أنه الدولة يجب أن تكون دولة جميع المواطنين، وليس دولة يهودية أو دولة اليهود في العالم، والسكان البلاد الأصليين إلهن حقوق فيها أكثر من اليهود اللي عايش بنيويورك أو عايش في ألمانيا ويريد أن يأتي إلى هنا. هذا طبعا جديد تماما، يعني لم يسمعوه من قبل، وأدخل حياة جديدة باعتقادي. الآن على فكرة هذا الخطاب اللي نتحدث نويا أصبح يكاد يكون عرف عند عرب الداخل، يعني انتصر، حتى لو التجمع كحزب نفسه لم يكبر كثيرا، ولكن الخطاب السياسي أصبح هذا هو الخطاب السياسي الأكثر قوة والأكثر رواجا عند عرب الداخل. وجبت لهم صور، صورة جمال عبد الناصر وحطتها في الكنيسة معك. هذه كانت، شوف، هي قضية عبد الناصر هي نعم، أنا في مكتبي طبعا أنا كنت أؤمن بالمشروع العربي، أنا رجل عروبي، مشكلتي مع القومية هي قضية الأيديولوجيا القومية، أنا الأيديولوجيا القومية لا أؤمن بها، لأنه ما في شيء اسمه أيديولوجيا قومية برأيي، ما في شيء اسمه برنامج قومي لقضايا المرأة أو لقضايا الاقتصاد أو لقضايا المجتمع. أنا بآمن بالعروبة كهوية جامعة للعرب، أكبر علاج ضد الطائفية الشيعية والسنية وكذا هي الأيديولوجيا، وكنت أؤمن بوجود مشروع عربي في تلك الفترة. هلأ الإسرائيليين في تلك الفترة تصالحوا مع منظمة التحرير انه اوسلو وكذا، كانوا في عملية سلام، بس ولا مرة تصالحوا في داخلهم مع المشروع العربي. المشروع العربي بالنسبة لهم يشكل نقيض للدولة. فأنا وضعت صورة عبد الناصر نعم في مكتبي في الكنيسة، وطبعا عملت ضجة كتير في حينها، يعني ليس لأني أنا يعني ناصري أو متعصب لأشخاص يعني، لكن الغريب في الأمر أن الأمال التي عقدت على العرب لاحقا لدعم عرب 48 نفسيا وفكريا تحولت إلى رغبة في المواجهة مع دولة بحجم إسرائيل وما تملكه من آلية فكرية، ليقولوا لها تستخدم آليات إسرائيل، الكنيسة وغير الكنيسة، لتواجه إسرائيل.
رغم ربما لم يكن نسبة كبيرة من عرب 48 مؤهلين فكريا لهذه المواجهة. صحيح، هي القضية لا تحتاج إلى تأهيل فكري. شوف، الناس تشعر بمن يتكلم باسمهم. كان كثير من الناس يأتون لي، نحن لا نستطيع أن نقول ذلك، ولكن أنت تقول ما في داخلنا، ما نشعر به في داخلنا أنت تقوله. هذا كان يكفيني. في شيء ثاني مهم اسمه الهيمنة الثقافية، بمعنى قد لا تسيطر كحزب أو كتيار، ليس هذا هدفي، أنا لست سياسي محترف ولا هدفي يعني كلام هذا. أنا ما أتمنى في حياتي أن يكون عندي وقت أجلس على المكتب يعني وأكتب، هذا هذا هذه الفاكيشن بالنسبة لي وهي أمنيتي يعني. لكن ممكن مرات التيار السياسي يكون صغير ولكن خطابه يهيمن والناس تؤمن به دون أن وتخاف منه بنفس الوقت. يعني والله أنا إذا بمشي مع هدول الدولة بتغضب علي أو السلطة بتغضب علي، لكن هذا هو الخط الصحيح، هذا يكفي. ليس ضروري الناس كلها تصير مفكرين، وعلى فكرة مش ضروري كل الناس تصير مناضلين. يعني إحنا قساة على بعضنا مرات، حتى الآن بالثورات العربية كيف الناس بتخون بعضها. يعني اللي ماشي مع الدولة في سوريا يصبح خائن، ما هو في كتير ناس وطنيين مشيوا معها، وفي كتير ناس مشيوا معها يعيشوا، وفي ناس كتير أوادم بجهاز الدولة بمصر. يعني ما تغضب أنت على كل الناس، بدك تفهم الشعوب، مش كل الناس مناضلين. في ناس عندهم نرجسية نضالية، يعني بصير مناضل بصير شغلته بالحياة يخون الناس لأنه هو شعر أنه مناضل، بعدين هو بطل أصلا مناضل بصير مجرد واحد متكلم. إحنا نعتقد الفكر، نعم، أي ال- 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 القضية الفكرية هاي المهم أنه أنت تكون واعي لها وتكون قادر على ترجمتها للغة سياسية، لأنه الناس مش كلها رح تقرأ فكر، في نخبة رح تقرأ فكر، باقي الناس ستقرأ سياسي، ستقرأ تنفيذ، ستقرأ سلوك وليس فكر. السلوك هو الذي جعلك تريد أن تتخطى خط أحمر ربما بأن تتجه إلى العرب خارج، حتى مش فقط عرب 48، حتى خارج حدود فلسطين، وبدأت تخرج إلى سوريا. لماذا سوريا تحديدا؟ هي كل الخطوط الحمر بالحقيقة. لا سوريا فيش شيء، سوريا تحديدا سافرت مصر وسافرت الأردن، لكن بس سوريا تحديدا ما كانش في سلام بينها وبين إسرائيل، هذا الفرق يعني. طبعا الاختيار فيه سبب يعني. إيه لا طبعا، شوف أنا في تلك الفترة يعني تعرفت على بعض المسؤولين المصريين والأردنيين، يعني كشخصية أصبحت شخصية عمومية public figure يعني عند عرب الداخل، وأيضا فكريا وفي وسائل الإعلام التقيت مع كثير مسؤولين عرب بعدة دول. يعني سوريا بالذات دعيت على إلى وفد لزيارة سوريا ولم أذهب، يعني هي معكوسي، هي آخر شيء حصل. بمعنى قبل أن أدخل البرلمان ذهبت وفود من عرب الداخل إلى سوريا للتعزية مرة لما توفى بحادث طرق باسل الأسد، ذهبوا للتعزية فيه، وكان رأينا أنه هذا السماح للوفد بالتعزية بداية إشارات بطريقتها سوريا وإسرائيل أنه لفتح عملية سلام. لم أكن في إطار هذه الوفود ولاحقا اخترت ألا تكون لا لم أدعى الوفد الأول، لم أصلا لم أكن نائب، لكن الوفد الثاني الذي نظم كنت صرت نائب ودعيت ولم أذهب بعد عام 96 بعد ما نعم ولم أذهب. أولا فهمت أنه هذا الوفد هيك الجماهيري بهذا الشكل بداية أنه بيفتحوا على إسرائيل، ثانيا بإذن إسرائيلي الوفد، يعني الوفد رايح بإذن إسرائيلي بسماح إسرائيلي، وثالثا فيه ناس أعضاء في أحزاب صهيونية عرب في أحزاب صهيونية. فأنا كان عندي أنه سوريا بتستقبل وفد من عرب الداخل فيه أحزاب ناس من أحزاب صهيونية شرعا للعضوية العربية بأحزاب صهيونية، ولذلك كنت أشعر أنه هذه الوفود ماشي الحال ممتاز، ما هجمتها ولا شيء، ولكن لا أريد أن أكون فيها. يعني لم أهاجم هذه الوفود ولم أعلق عليها، ولكن لم أريد أن أكون جزء من جهد أعتقد أنه فيه بعض الكلام الوطني وكذا ولكن أهدافه مختلفة. بتجيب أنت ناس من أحزاب صهيونية وبيطلعوا بوقفوا بيحكوا على السلام، وقسم بيقول أنا حامل رسائل، يظهر في وسائل الإعلام ويقول أنا أحمل رسائل من إسرائيل لصنع السلام. في تلك الفترة بدأت بوادر عملية السلام بعد مدريد، يعني نحن نتحدث بعد مدريد، إنه هاي جزء من فتح الأمور، كنت أشعر أنها جزء من ترتيبات دولية كنت أرفض أذهب فيها. لكن ذهبت لاحقا بدعوة من مركز دراسات الوحدة العربية لإلقاء محاضرة في مؤتمر في بيروت،
كمثقف وليس كنائب، كصاحب كتب، كصاحب مقالات. وكان هذا يجب أن يكون. في النهاية لم أذهب إلى بيروت، حصلت معارضات لهذا الموضوع وبقيت في سوريا، زرت لوحدي والتقيت معي، وهنا عتبت من قبل الإخوة السوريين، تحديدا من أصبح لاحقا صديقا لي، اللي هو طبعا رأيت عبد الحليم خدام مرتين لأنه هو اللي كان على علاقة مع مركز دراسات الوحدة العربية، وفاروق الشرع اللي عاتبني أنه لماذا لم تأتي، إحنا أنت التيار القومي ونحن. فأوضحت وجهة نظري وتقبلها، وكان واضح أنه فاهم ماذا أقصد يعني. وعندها أسسوا علاقة معي كتيار وطني كتيار قومي، أنه يعني في صار تعامل خاص معنا مختلف، أنه ليس في أطر التطبيع والعلاقات مع إسرائيل، إنما معك العلاقة مع تيار قومي يعني معكوسة تماما. طيب مستوى هذه العلاقة، من من القيادة السورية كان يعني يمارس عمليا على الأرض هذه العلاقة، وما الهدف منها أساسا؟ شوف، أولا الهدف هو التواصل مع العمري. أنا أردت أن أذهب لإلقاء محاضرة في مركز دراسات الوحدة العربية، وحقيقة أولا كباحث وكمثقف لم أتنازل في يوم من الأيام عن العلاقة مع الفضاء الثقافي العربي، لكن لدينا كان موقف معلن جزء من برنامجنا أنه من حق عرب الداخل التواصل مع العالم العربي، لكن ليس كإسرائيليين كعرب، بمعنى التواصل مع الدول التي صنعت سلام مع إسرائيل هي تواصل لأنه إسرائيل صنعت سلام معهم، مش كفلسطينيين، لأنه جزء من التطبيع، لأنه جزء من سلام مع إسرائيل، مع اتفاقيات، أنت رايح بالجواز الإسرائيلي وأنت تريد أن تدخل كفلسطيني، وأنا لا، على الأقل لا أريد أن تكون علاقتي مع الوطن العربي، مع الوطن العربي، هذه كانت لغتي، هي علاقات مربوطة فيكم أنتوا يا إسرائيليين، يعني أنتوا بتحبوا نروح من روح، بتحبوش، إحنا جزء من الوطن العربي. هلأ سوريا دولة عدو بالنسبة لكم ولا تعملوا سلام؟ أنا بالنسبة لي مش دولة عدو، لا قبل ولا بعد، هي ليست دولة عدو أصلا. ثانيا فيها فلسطينيين أريد أن أتواصل معهم، هذه لغة طبعا جديدة، هذا منطق الأمر. طبعا سوريا ليست دولة تعددية ديمقراطية برلمانية، أنت لا تدخل سوريا بدون علاقة مع القيادة السورية، ما في طريقة من هذا النوع يعني. ولذلك عندما ذهبت في هذا بدأنا نؤسس العلاقة مع القيادة السورية، شملت أيضا تمكيننا من زيارة سوريا، ولاحقا تبلورت فكرة بيني وبين القيادة السورية، نعم بطلب مني هذه العلاقة اللي أصبحت علاقة فيها احترام وثقة واحترام متبادل، طلبت أنه يتاح، بما أنه أتيح لي أن يتاح، وهذا جزء من برنامجي الوطني السياسي، أن يتاح لأبناء شعبي أن يزوروا إخوتهم في المخيمات، لأنه إخوتهم في المخيمات بدورش يزورهم. بدأنا بتنظيم أنه الناس تزور أقاربها من الدرجة الأولى اللي ما شافوهمش من سنة 48، ومنهم إخوة وأخوات، وفي ناس شافوا إخوتهم لأول مرة قبل ما يموتوا، في منهم ماتوا توفوا غادروا هذه الدنيا. وكنت أشعر أنه لو ما عملت هاي لحالها، لو عملت هاي وحدها فقط لكفاني، بتأسف أقول لكفاني فخرا يعني بلغة الشعر العربي، بمعنى أنا شفت الناس بكوريا الشمالية والجنوبية عندما نظموا الزيارات للقاءات الأقارب، العالم كله، كل تلفزيونات العالم احتفلت، شمعنا إحنا الفلسطينيين لا أحد يكترث لمأساتنا؟ طبعا هناك شعب مقسوم كوريا الشمالية والجنوبية، ولما شافوا بعض مرة على الحدود راح السي ان ان والعالم وصار خبر بكل العالم. طب احنا الفلسطينيين، طب هاي بلادنا يعني، وهؤلاء بمخيمات اللاجئين، وفي ناس حتموت ومش حتشوف بعض، حتموت يعني. ولذلك أخذت معي ناس عمرهم 70 سنة و80 سنة و85 سنة وعجايز وكبار، يفكك في هذا المشهد، وزاروا أهليهم في مخيم اليرموك وفي في 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 النيرب في حلب. معنى سياسي كبير، أنت تقول لإسرائيل أولا طبعا أنا حتى لو دخلت، أنا أعلم أنه عمليا على الأرض لم تكن تدخل بجواز السفر الإسرائيلي إلى داخل سوريا، كانت هناك إجراءات معينة تتفادى بها طبعا ذلك. طبعا لكن الأهم أنه المعنى السياسي أنت كنت تدخل كمواطن عربي إلى أرض عربية بدون إذن إسرائيلي، وتقول لإسرائيل أن العرب الموجودون داخل إسرائيل لهم تواصل وانتماء إلى مناطق أبعد من هيك، في رسالة وطنية قومية عربية غير مسبوقة من ناحيتنا إحنا. ولذلك إسرائيل صعقت طبعا في الحصانة البرلمانية، فيأتوا عليك أن تطلب إذن، ممنوع الذهاب إلى سوريا، هذه دولة، أقول لا دولة عدو إلكم، هذا كلام أنا موثق أقوله في البرلمان، أقوله في الصحافة،
طبعا هم دخلوا في تراب انه شو نعمل معه هاد، يعني من ناحية عنده حصانة برلمانية، من ناحية بروح كعربي مش كنائب ويتواصل مع الأمة العربية. فبدأت التهديدات وبدأت محاولات المحاكمة، مش ملاقين فرق بند في القانون، وذلك بدأوا يحاكموني على تصريحاتي انه انا ازور. نعم يعني في استغلال كان كونك نائب انك تتواصل مع الوطن العربي ليس كنائب بل كمواطن عربي. الآن في تلك المرحلة الحقيقة الـ كنا أذهب إلى السفارة في القاهرة أترك جواز السفر وأخذ الإسرائيلي ورقة سفر، وثيقة سفر سورية، وأدخل فيها سوريا، أو إلى السفارة في عمان بوثيقة سفر سورية أدخل إلى سوريا، أدخل كعربي ولتواصل عربي عربي. وبدأت أيضا تواصل عربي عربي، والأفكار التي سمعناها هي أفكارك، لكن ماذا عن الجانب الآخر؟ ماذا عن سوريا؟ ماذا كانت تريد القيادة السورية من هذه العلاقة؟ ومن من القيادة السورية؟ شوف، هي القيادة السورية لا شك أنه في تلك المرحلة عندها استراتيجيات، من ناحية لديها استراتيجية رافضة لكامب ديفيد بالطريقة اللي تم فيها، ولديها استراتيجية صمود بمعنى عدم تقديم تنازلات إلا إذا أخذت كل حقوقها الجولان إلى آخره. فصائل المقاومة تقيم عندها علاقة مع تيار وطني له سمعة وطنية قومية، كان هذا شيء مفيد إلها طبعا مش مضر، خاصة أنه الشخص لا شك هو شخص ديمقراطي ويكتب كتاب المجتمع المدني وكذا، ومفكر معروف إلى آخره، متأسف أتكلم هذه اللغة، وهم كانوا يستعملوها يعني. لكن سوريا لم تكن في أفضل الأحوال ديمقراطية. لا طبعا، لكن كانوا يستخدموا هذا لا شك. نعم أكيد، فأنا أقول لهذا، أنا أعترف أنه هذا كان قائم. لكن من ناحية أخرى، من ناحيتنا، هذا كان تواصل مع العالم العربي. أنت أمامك فلسطيني وطني يكتب فكر ديمقراطي وينتج فكر ديمقراطي، لكن لا يرى أنه مهمته من داخل فلسطين تغيير الأنظمة العربية، لا يرى أنه هاي مهمته. يعني كيف بدنا نتواصل مع شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية إذا إحنا داخل البرلمان نطالب بتغيير الأنظمة؟ ستقول لك تاني يوم الأنظمة أنت جاي من داخل الكنيسة تزاود علينا تحكي في تغيير الأنظمة. لذلك بالنسبة لنا المهم أن لا تقف وتتحول إلى أداء كما فعل الآخرون، أن تبرر هذه الأنظمة، أن تبدأ وتقول أنها أنظمة عظيمة، أن تمتدحها. هذا لم يحصل، لم يحصل. أنا كنت أقف مع موقف سوريا بدعم المقاومة، مع موقف سوريا ضد الاحتلال الإسرائيلي، هذا مع موقف سوريا اللي لا ننساه في موضوع حقوق الفلسطينيين في سوريا، وهذا كان قبل حزب البعث. من يوم ما دخلوا الفلسطينيين لسوريا من الخمسينات يتمتعون بحقوق مثل السوريين، وأنا أسعد عندما أرى ذلك، كيف يعيش الفلسطينيين في سوريا. لذلك هذه أمور أنت تشيد بها لا شك، لكن أن تمتدح النظام السوري أو شيء، لا طبعا. لم تكن تمتدح، لكن هل كنت تتحدث عن مساوئ النظام عندما كنت تلتقي القيادة السورية؟ لا. طبعا مع القيادة السورية نعم، لكن شوف في أصول خالد، إذا تعرف التعامل مع الأنظمة أو الدول والأنظمة العربية، عندما تلتقي مع رئيس دولة أو رئيس حكومة أو كذا، والاحترام موجود إلى درجة أن تستطيع أن تقول كل ما تعتقده، لا تذهب بعدين في الإعلام، يعني المجال مفتوح أمامك أن تقول. ولذلك نعم كنا نتحدث عن كل شيء تقريبا، وفي الاحترام الفكري، من ناحية يريدون أن يسمعوا تحليل عن خصمهم إسرائيل، تحليل تقييم، وفي كثير من الحالات ثبتت أن التقييمات صحيحة، وهذا كان يزيد من الثقة. تقييمات لأمور كانوا متجهين نحوها، مثلا تقييمي لبراك، إيهود براك، ثبت أنه هو التقييم الصحيح سواء اللي كتبته أو اللي قلت لهم إياه. يعني سؤلت مثلا عن تقييم لإيهود براك؟ لا، مش يعني أنه مثلا في أمل بالسلام معه ولا ما في، أنا كان برأيي لا، لأنه هذا رجل يقرأ استطلاعات الرأي العام، لن يتراجع عن الجولان حتى آخر مليمتر، هذا كان رأيي، ولذلك لا تبنوا كثيرا، لا تتوقعوا كثيرا، وثبت أنه ما أقوله صحيح عن معرفي. يعني هذه قضايا متعلقة بالخبرة والمعرفة طبعا كانوا بحاجة لها، لكن كنا نتحدث أيضا عن أمور كثيرة أخرى. يعني كنت أقول لهم أنتم لستم ديمقراطيون؟
انت مش بحاجه تقول للنظام السوري انت لست ديمقراطي، انت هو يعرف انه ليس ديمقراطي. انت تتحدث عن مظاهر معينه طبعا بقدر حدود، انت مش رايح توعظ وتبشر يعني، قدر حدود. الانسان لازم يعرف كمان شو يعني حدود العلاقه. انت تتحدث عن حقوق بعض السجناء، تتحدث عن ممارسات متعلقه فيما يتعلق بحريه الاعلام، تتحدث مباشره عن قضايا متعلقه بالفساد طبعا، وفي استماع لهذا يعني، ما فيش تنفيذ لكن في استماع. لذلك العلاقه هذه طبعا لكن تبقى دائما عندما تكون ضيف في بلد. انت ضيف طبعا، انت شوف الامور تحتاج الى تواضع في الحياه. مواقفك الفكريه تكتبها، كتبي انا مش مخبي محاضراتي الفكريه، مش مواقف الفكريه مش مخبي، بس انت رايح لهدف معين، مش رايح توعظ كل الناس بكل شيء. هذا ليس مهمتك بالحياه، بدها تواضع الموضوع. انت كمفكر كمثقف في مجال تكتب فيه، لكن عندما ثار الشعب السوري انت لا تقف موقف متفرج، تقف مع الشعب السوري. يعني هذا انت تذهب الى سوريا مش مهمتك تثور بدل الشعب السوري، ولكن لا تستطيع، لكن مهمتك طبعا ان تكتب مواقفك بوضوح وصراحه وكذا. ولكن اذا حصلت ثوره في سوريا وتقف مع النظام، هنا الامتحان. هنا الامتحان. هناك لقاءات عده حدثت بينك وبين الرئيس السوري الاب حافظ الاسد ولاحقا بشار الاسد، وهناك كانت علاقه صداقه تكونت لاحقا مع فاروق الشارع. سنسأل طبعا ما الذي دار في هذه اللقاءات خاصة مع الأسد الأب وأيضا الابن طبعا، لكن سيكون ذلك في الحلقة المقبلة إذا سمحت لي. أشكرك دكتور عزمي بشارة. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، انتظرونا في الحلقة المقبلة، وسنتوقف مطولا طبعا، سنرى ما سنحصل عليه من إجابات فيما يخص اللقاءات التي دارت مع الرئيس السوري الأب وأيضا بشار الأسد. في رعاية الله. We'll be right back.